ثم شاء الله ورحمة. السلام عليكم. السلام، أهلا وسهلا، ألف مرحبا. إلا كان ممكن الاسم الكريم؟ اسم محمد بوبشري، رئيس ودادية إيمان جزيرة بن ميمون عبد الله كنوزة. سي محمد بوبشري. أيه. سي محمد، بغينا نعرفوا سبب هذه الوقفه اللي اندارت اليوم 21/10/2013، هو السبب ديالها؟ المهم السبب ديالها ان واحد الاخ ديالنا جا هنا، واحد المسجد دار واحد البادير، واحد المحطه استقبال ديال اتصالات المغرب باسم الفرنسيان ريزو. حنا بكل صراحه ما عندناش الخبر ولا هذا الشيء حتى اخر مطاف من اللي شفناه دابا. درنا تعرض على جميع المستويات، اتصلنا مع السيد السلطات المحليه، مع السيد الوالي، درنا في المكتب ديالو الشكايه، ودرنا عندنا عريضه ازيد من 300 توقع راه محطوطه عندهم. في المرحله الثانيه جلسنا مع الاخوان ديال الاتصالات، الشخص الاخر المدير ديال الريزو، فهمنا بان احنا السكان ما قابلينش هذا الريزو، بخصوص واحد كيحاولوا يقنعونا بان ما فيه ضرر، رغم ان احنا على يعني حسب المعلومات اللي عندنا واللي شفنا في الانترنت انه كيسبب واحد الضرر كبير. لكن حنا السكان رافضينه ورفض تام من اي هذا. وفي نفس الاطار او التالي بطريقه موازيه قمنا برفع دعوى في المحكمه لرفع الضرر. غدا ان شاء الله يوم 22 غدا في 10 عندنا جلسه معاهم على هذه القضيه. اذا حنايا هنايا كنشوفوا السكان كاملين، بخصوص كاين واحد المشكل هنايا، جا هذا الرزق قدام واحد المسجد. اييه. وثانيا جا قدام مدرسه التربويه. كاين جوج، كاين ثانويات عبد الله قنون، وكاين في نفس الوقت ثانويه ديال بن ميمون اللي هي فيها التعليم بالاولي حتى الثانوي. اذا حنا السكان كاملين خايفين ومتخوفين على هذا الريزو. يعني هذا الريزو، هذا الريزو انتم متاكدين انه كيشكل خطر على الانسان وخاصه سرطان المخ؟ اييه، على حساب الناس والتجربه اللي وقعت وهذا الشيء، ان هذا كيسبب سرطان ديال المخ وسرطانات اخرى. الله يحفظ، طلب الله سبحانه وتعالى، نطلبوا من جميع الجهات اللي دابا باش توقف معنا، تعاون معنا باش ان شاء الله هذا. في حالتي السلطات ما وقفتش معكم وسمحوا لهم، شنو غادي تصرفوا انتم كوداديه؟ شنو غادي، شنو هو احنا وداديه القانون ديالنا كنهضروا احنا باسم السكان، احنا راهنا اشارات السكان، احنا راه الناس كنوصلوا لان كنربطوا اتصال ما بين الساكنه والسلطات المحليه ولا الناس ديال الجهه. ديك الساعه احنا غادي نجلسوا مع الناس اللي قالوا احنا غادي نطبقوا معاهم. اذا من بين يعني انتم غادي تمنعوهم باش يطلعوا الماتريال ديالهم؟ هو راه وقعت بعد المره الثانيه، لا واحد المره الثانيه راه جاوا هنايا الاخوه ديال الاتصالات وجاوا السكان. يعني السكان اللي منعوهم ماشي الوداديه؟ لا لا، بحضور كان حاضر، حتى الوداديه حضرت وما خلاوهمش، وما عارفين المره الثانيه كيجيو وحاصروا ديك الدار وما خلاوهمش باش يطلعوا ذاك الماتريال يعني المره الثانيه، رغم انه هذاك هادشي كيأثر على السكينه اللي اييه وكيأثر على السكينه كامله. نطلبوا جميع الاخوان في جميع سميتو، لا الجماعه، لا سميتو، لا السلطه المحليه ولا الجامعه المحليه، المجتمع المدني كذلك، ولا المجتمع المدني، الجمعيات يوقفوا معنا ان شاء الله باش نرفعوا هذا الضرر، بعدوا على هذا الجهه. ايوا ان شاء الله نتمنوا لكم النجاح والتوفيق في هذه الوقفه. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. اسماعيل.